دي تبقى قصة وفاة العبد لله. ما تقلقوش، في الحقيقة دي قصة لطيفة، وبصراحة أنا مش بطلها. بطلة القصة بنت اسمها رابنزل، وبدايتها نور الشمس. طيب، كان يا مكان في سالف الزمان نقطة نور وقعت من السماء، وبسبب النقطة المنورة دي كبرت وردة ذهبية مدهشة، وكان ليها القدرة على شفاء المريض والجريح. شايفين الست العجوزة دي؟ يستحسن ما تنسوهاش، هتهمنا بعدين. حلو، مرت قرون، وفي مكان قريب من شط البحر نشأت مملكة، وكان بيحكمها ملك وملكة محبوبين. والملكة كانت في أواخر شهور الحمل، لكن صابها المرض جامد قوي، وحالتها اتدهورت، وما كانش في حاجة ممكن تنقذها إلا معجزة، يعني باختصار قوة الوردة الذهبية. قلتلكوا هتهمنا بعدين. شايفين، بدل ما الخير يعم على الكل، الست اللي اسمها الأم جاثل احتكرت قوة الوردة لنفسها واستخدمتها علشان يدوم شبابها لمئات السنين، وكل اللي عملته غنت أغنية مميزة. يا وردة المعي خلي القوة تبان، يرجع اللي كان، يرجع لي شكلي زمان، شكلي زمان. تمام، انتوا فاهميني، بتغني لها وبترجع شباب، عجيبة صح؟ الوردة العجيبة شفى الملكة. مولودة آخر نضارة شرفتهم أميرة بشعر ذهبي مدهش. طبعا عرفتوها، دي رابنزل. واحتفالا بميلادها، الملك والملكة طيروا مصباح منور في السماء. لحد اللحظة دي الحياة كانت جميلة، وفجأة كل ده انتهى. يا وردة المعي خلي القوة تبان، يرجع ليك. جاثل اقتحمت القلعة وخطفت البنت، وفي لمح البصر خلعت المملكة، اتشالت واتحطت، ومحدش قدر يلاقي الأميرة. وفي برج مستخبي في قلب الغابة، جاثل ربتها على إنها بنتها. وبكده جاثل لقت وردتها الذهبية، بس المرة دي أصرت تخفيها عن الناس. وأنا ليه ما ينفعش أخرج؟ العالم برا يبقى مكان خطير جدا، مليان شرور وأنانية. خليكي هنا أحسن، في الأمان. فهماني يا وردتي؟ حاضر يا ماما.